تفضل. هناك كمان من قالوا أن الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله، بمعنى أن الكتاب المقدس ليس هو كلمة الله، لكن فيه كلمة، في هذه الكلمة، وفي أجزاء أخرى ليست هي الكلمة. بأي صورة من الصور؟ من الذي يحكم إذن؟ وقالوا أن الوحي يصبح وحيا على قدر ما يتحدث الروح القدس إليك، وعلى قدر ما تتجاوب أنت مع الروح القدس. وبالتالي أصبح الوحي بالنسبة للأسيس نزار شاهين يختلف عن رضا عدلي، يختلف عن سين، يختلف عن صاد، يختلف عن هذا المؤمن وذاك. أسوأ من ذلك، أتى النقد إلى شخص المسيح، وقالوا المسيح كان في الجسد محدود، وبالتالي كان علمه محدود، وكان بيكلم الناس على قد مخهم، وهذا كذب، لأن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، والمسيح مش كان بيتكلم على قد معرفته المحدودة فقط في الجسد، لكن المسيح كان بيقول كما علمني أبي بهذا أتكلم، أتكلم بما رأيت عند أبي. استمع لكلمة المسيح من فضلك وهو بيتكلم الكلمات، يقول لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. إذا المسيح لم يكن يتكلم من نفسه ولا من محدودياته، لكن الآب الحال فيه الذي أرسله هو الذي كان يعطيه هذا، يقول المسيح الكلام الذي يكلمكم به، استمع من فضلك، لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. إن القول بأن المسيح كان محدود وبالتالي كان علمه محدود وبالتالي كان بيتكلم على قد علمه على قد علم الناس، قول مردود عليه، وهو يفصل بين حلول الآب في الابن وبين الآب وبين لاهوت الابن وناسوت الابن بالفضل. بالفعل هناك مزاعم كثيرة، من ضمنها أن الكتاب معصوم، الإنجيل معصوم فيما يختص بالخلاص، لكنه غير معصوم فيما يختص بالعلوم المختلفة. ومن اللي يفصل ما بين الخلاص وما بين وما بين العلوم المختلفة؟ أنا أردت أن أعطي مقدمة عامة عن الموضوع. شكرا جزيلا أسيس رضا. يعني أنت وأنت بتتكلم أنا عم بفكر في المسبحة، مفهوم كلمة المسبحة في مصر، المسبحة العقد، يعني إذا أنكرت خطية آدم وإذا أنكرت آدم تنكر شيء تاني وثالث، فإذا زي المسبحة، إذا أنت بتشيل حبة من المسبحة كل المسبحة راح تفرط. فإذا ما هياش أنك أنت على كيفك وعلى ليلاك كما ذكرت أنه أضيف أحط، يعني بحسب كيف مفهومي أنا المحدود التراب أن أفهم أو أشخص الله الغير محدود.